من غابات إثيوبيا الاستوائية كانت البداية. شجرة البن هذه لم يكن يؤبه لها حتى قدم عليها قطيع من الغنم حسب الأساطير المتداولة. الراعي لاحظ نشاط وحيوية قطيعه بعد تناول ثمار الشجرة، ليدرك أن هذه الحبوب تخفي الكثير من الأسرار، ولتبدأ معها رحلة إنتاج وتصدير القهوة. السلام عليكم. لم نأتي اليوم لنحدثكم عن تاريخ القهوة، ولكن عن واقعها في الجزائر. يصنف الجزائريون في المرتبة 33 عالمياً والثانية عربياً من حيث الاستهلاك الفردي للقهوة. تعلق الجزائريين بهذه المادة أكسبها بعداً اقتصادياً هاماً لدى المستثمرين المحليين، لكن هل نوعية المنتوج وصحة المستهلك تندرج ضمن أولويات هذا المستثمر؟ تحقيقنا لنهار اليوم سيبحث عن نشاط إنتاج وتسويق القهوة، وعن الجوانب المظلمة من القضية، وأيضاً عن علاقة البن بالسكر وتأثيراتها الصحية. فلنتابع. من المستحيل ألا تجد حاويات البن على هذه الأرصفة، فبحكم التاريخ والعادات الفرد الجزائري مستهلك كبير للقهوة. معلوم أن الجزائريين من أكثر الشعوب في إفريقيا استهلاكا القهوة، بحيث أن الجزائري متوسط الاستهلاك الفردي هو 3.5 كيلوغرام في السنة. لا يخلو بيت من قهوة، وحتى أنه أصبحت من عاداتنا لما يجي ضيف نعطوه قهوة. إحنا نستورد يعني حوالي بين 140 و 150 ألف طن من القهوة سنويا، بقيمة مالية تتراوح معناتها في حدود 300 مليون دولار. حجم الاستهلاك هذا يمثل فرصة ربح للمستثمرين في سوق القهوة. عدد الماركات الموجودة تتراوح دائما، كاين اللي يبدأ كاين اللي يقفل كاين اللي يبقى، بين 60-80 ماركة من ماركات القهوة المتواجدة في السوق الوطنية، بين منتجة محليا معناتها تطحن محليا وبين مستوردة. إلى هنا كل شيء عادي، قبل أن تبدأ بعض الشكوك حول ما يوجد داخل هذه العلب. كان مصابين بدا السكري كانوا أجان، بعد خداو القهوة تاعهم سون سكر، لقى من بعد يعني ما بعد أخذ القهوة لقى بلي السكر تاعو طلع، يكون 1 غرام 50 ياخذ قهوة تولي 2 غرام ولا 2 غرام 50. أمن له كوبا واحدا دون إضافة السكر. مادة يعني شريفة، وما هو معمول به في السوق العالمي أنه يتم استعمالها كمادة خالصة بمعنى 100%. نواصل بحثنا عن علاقة السكر بالقهوة، هذه المرة الخطر أكبر. سنة 2012 صدرت مراسلة عن منظمة الصحة العالمية
تؤكد فيها أن الارتفاع الوبائي لحالات الإصابة بالسرطان في الجزائر يعود إلى استهلاك الجزائريين لأنواع رديئة من القهوة ممزوجة بالسكر الأبيض، ويتم تحميصها بدرجات حرارة عالية تفوق 120 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يسبب التفحم التام للسكر الأبيض الممزوج بالقهوة وتتحول إلى مادة الأكريلاميد. المنظمة العالمية للصحة قالت باللي السكر لما يمزج مع القهوة تولي مادة، وهي الأكريلاميد هذه، الأكريلاميد هذه مسببة لسرطانات مختلف سرطانات. نعرفه في الجزائر سرطان الكولون، الجزائر الأول بالنسبة للرجال. هذه المعلومات دفعت جمعية حماية المستهلك إلى التحري والبحث عن مادة الأكريلاميد في القهوة المسوقة بالجزائر. وجدنا احنا كمنظمة منذ 3 سنوات والحمد لله بتعاون الأجهزة الأمنية عن طريق مخبرها رفدنا 7 عينات، 7 علامات، لكل علامة 5 عينات. ولما أعطانا السيد المدير العام للأمن الوطني الرخصة أننا نستعمل المخبر الوطني للشرطة، خذينا العينات حتى نبحث عما يسمى بالأكريلاميد. قمنا بهذه التحاليل والتي لم يقم بها من قبل في الجزائر، ولكن التحاليل راحت إلى مديرية التجارة ولم نتلقى نسخة من مديرية التجارة، رغم أنه يعني العينات عينات المنظمة. وبطبيعة الحال كمؤسسة المخبر تعامل مع مؤسسة دولة، وإحنا ما يهمنا مصلحة المواطن، ولم نتلقى التحاليل. لم تتحصل الجمعية على النتائج لأن وزارة التجارة استشعرت حجم الخطر فتبنت الدراسة ونتائج التحقيق. On a pris les deux produits, le café moulu, donc le café المطحونة, plus l'autre produit qui est du torréfacto. هذا le torréfacto en général, c'est un café à quoi on ajoute du sucre. Mais ce sucre, il faut pas qu'il dépasse les 5%. بعتناهم pour analyse au niveau des laboratoires pour voir justement شحال كاين السكر فيهم. في مجال الجودة أفضت دونك النتائج عدم مطابقة 21% من الكافي مولو، دونك من القهوة المطحونة غير مطابقة. وعندنا 8% عدم مطابقة 6 عينات دونك من توريفاكتو، سي 8% à l'époque. 8% تاع لي برودوي توريفاكتو نيتي با كونفورم. لي 8% تاع لي برودوي توريفاكتو ايتي نون كونفورم، صبنا 8% كي ايتي نون كونفورم. واش فيهم لا بليبار ما عندهمش، لي بورت با سور لو تيكتاج la dénomination torréfacto ou met bench bzaf ou la me cache le taux de sucre ajouté, alors que le taux de sucre nisbat sukr al mudafa est très très importante fletiktaj wala. Si je suis diabétique, je saurais qu'il y a du sucre à l'intérieur. Il faudrait les malades, il faut يعرف واش كاين فيه. وزارة الصحة كانت احد اطراف هذا التحقيق لعلاقته المباشرة بصحة المواطن. Cette étude a été menée par le ministère du Commerce en impliquant le centre de contrôle de qualité. Il s'est avéré que le café qui était vendu en Algérie contenait beaucoup de sucre et puis aussi il faut tenir compte, je dirais, des acrylamides qui sont incriminés dans les cancers. Donc suite à ça, il y a une cette étude qui a fait ressortir quand même que pour certaines marques, on n'a pas cité des marques, on arrivait même à 20% de sucre dans le café. الأكريلاميد مركب كيميائي سام لا رائحة له، يذوب بسهولة في الماء. L'acryamide c'est une substance qui se je dirais qui se constitue suite à la torréfaction, le café avec son enveloppe. Donc quand on torréfie trop, c'est-à-dire on brûle ce café, cette substance avec la cendre donne cette substance qui a été incriminée dans beaucoup d'études. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme d'éviter cette torréfaction, je dirais, accrue et qui donne cette substance qui est nocive pour la santé. Elle a été impliquée même dans certains cancers. خلط ومزج وتحميص القهوة بالسكر تخرج واحد المادة سامة تسمى الأكريلاميد.
هذه النتائج جعلت وزارة التجارة تراجع المراسيم المعمول بها سابقاً، والتي كانت تسمح باستعمال نسبة 5% من السكر في كل علبة قهوة. Grâce à cette enquête, on a demandé à nos services qui sont ici au niveau du ministère d'élaborer un texte réglementaire نص قانوني qui prend en considération ce produit, le torréfacto comme on le dit. Ce qui a été rajouté dans le texte, نسبة السكر ولات on l'a revu à la baisse. Ça veut dire نقصنا منها. دوقا la nouvelle disposition exige que le taux de sucre ne dépasse pas les 3%. Vous êtes صحة عطاونا l'accord pour rajouter ce taux de sucre. وعلاش d'ailleurs il a été revu à la baisse, c'est dans l'intérêt de préserver la santé du consommateur. المرسوم الجديد ألزم منتجي القهوة بنسبة 3%، وكذا تغيير التسمية والتأكيد على أن القهوة ممزوجة بالسكر. On ne peut avoir appellation de café, seuls les produits où il n'y a que du café pur, c'est-à-dire c'est les fèves de café qui sont torréfiées qui donnent ce café. Donc le paquet est appelé café. Pour les autres où il y a des mélanges, ne peuvent pas avoir l'appellation café, mais c'est d'avoir une appellation de composition. يقول لك القهوة إذا أضفت لها السكر حتى 1% ما تسميهاش قهوة وبس، ما تسميهاش قهوة، ما تكتبش قهوة. المفروض في العلبة حتى إذا فيها نسبة 1% تاع سكر يكتب بأن قهوة مضاف إليها السكر. رغم كل الدراسات والبحوث تم الإبقاء على نسبة 3% من السكر في القهوة. 3% je dirais que c'est un pourcentage qui est quand même faible et tolérable dans le cadre de la consommation puisque c'est à 3% d'un kilo, c'est vraiment très faible. Mais le problème c'est si on utilise ce sucre de 3% pour donner cette caramélisation, cette couleur foncée pour le café et qui change le goût du café. Là, on aurait un impact par rapport au consommateur puisque c'est une coloration, je dirais, on aura une torréfication qui dépasserait je dirais la norme recommandée et on aura beaucoup en même temps beaucoup de je dirais même des cendres et ça fait en sorte d'avoir un café français. هذا التصريح هو دليل على ان الخطر لا يزال قائما. لماذا ادخل 3% من السكر وافتح مجال الغش والتضليل في هذه المادة؟ علاه نخلوها 0%؟ كأي مستهلك تنقلنا إلى إحدى المحلات لاقتناء عينات من القهوة، أول ما يلفت الانتباه عدم مطابقة العديد من العلامات لشروط المرسوم التنفيذي. نسبة السكر تكتب بخط رفيع وأحيانا خلف العلبة وليس في الواجهة، وعبارة قهوة محمصة بالسكر غائبة، وإن حضرت فلا تكاد ترى. ومنهم من يدعي أن قهوته خالية من السكر. أخبار التحاليل هو وجهتنا، سنبحث عن نسبة السكر في هذه العينات للتأكد، فوزارة التجارة تؤكد أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي في فبراير 2017 ضبطت الأمور على نسبة 3%. بعد التحاليل تبين أن كل العينات تحتوي على نسبة من السكر 50% منها تجاوزت فيها نسبة السكر 3% المسموح بها قانونياً.
النتائج المتحصل عليها أثبتت وجود نسبة سكر في جميع العينات. بالنسبة لخمس عينات الأولى كانت نسبة السكر تتراوح بين 1-3%، أما الخمس عينات الأخرى فكانت نسبة السكر تفوق 4%، والنسبة العالية هي كانت 9%. والمقدار المحدد في الجريدة الرسمية الجزائرية هو 3%. تسعة بالمئة من السكر كانت أعلى نسبة، حتى من وضع 0% على واجهة العلبة أظهرت التحاليل وجود نسبة من السكر في منتوجه. بخصوص العينة رقم 8 تذكر فوق علبة القهوة أنها فيها 0% سكر، كيف كانت النتائج؟ النتيجة نرى أن السكر كان موجود، ووجدنا نسبة السكر هي 4% عكس ما مكتوب على القهوة، على علبة القهوة. هضرت لي على بعض التحاليل اللي قمت بها ولقيت غالبيتها تتجاوز 3%. إذن تكهناتنا القهوة كما راكم تشوفون نرسوفيوها في دي ساك تاع 60 كيلو، نجيبوها كافي بار نيمبورتيوها دو بليزيور بيي، ماشي من بلاصة واحدة، باش هكذا نديرو كل واحد ولا روسة تاعو. دونك الكافي بار يتنحى من شكاير كما تشوف الخدامين داريار ينحيوه ويحطوه داخل دون ان بريمي طون ان فيلتر لي فيلتري توسكي غبرة توسكي قشرة توسكي ينحيلو ديجا الاخر، يتفلتر يطلع في تويوات يروح سكون أبل سيلو تاع الكافي فير، هذا يتعمر بالكافي فير. هنا تتم عملية التحميص، وطبعا مع زيادة السكر تروح ديركتومون لهنا لطوري فاكتور الحماصات. طوري فاكتور السطوري في بار دي كونتيتي تاع 300 كيلو، السطوري في بوندون اون سيرتان بيريود بيان ديتيرميني اسي اسمو مولا اللي نزيدو لها لو سكر نسمعو السكر. هذه الكميات من السكر يتم إضافتها عند التحميص. السكر نرميوه لهنا، بعدك يطلع منا مع الأطراف يطلع الفوق على واحد القلة، السكر كي يطلع يطلع يجي لهنا في هذه القلة. وقالور باش نفيريفيو باللي ما درناش بلوس دو 3% عندنا هذه الزجاجة بينك لو نيفو تاع السكر وراهو. هذا هو شكل القهوة بعد إضافة السكر. بالكاد تتمكن هذه الآلة من تدويرها، فقد أصبحت القهوة كتلة متماسكة. شنو هو السبب اللي يخليكم تديروا السكر داخل القهوة؟ السبب اللي يخليك تدير السكر في القهوة لانه باش تعرف كاين زوج انواع تاع القهوه، كاين الروبوستا والارابيكا. لا روبوستا كان ديرها بلا سكر ما تجيش مليحه، ما تقدرش تشربها، وهي رخيصه وهي اللي يشريها الالجيريان. المسؤول في هذا المصنع يدافع عن وجود السكر، فحسبه كل شيء قانوني. لما تروح اجهزه الرقابه لاي مصنع قهوه ويجد السكر موضوع، نعم عنده الحق ينضع سكر ولا ما عندوش؟ عنده، اوكي. لما ندير 0% في القهوة وانت ملزم بوضع 0%، لما تروح اجهزة الرقابة وتلقى السكر
مخالفة أم لا؟ مخالفة. وكأننا نصبح نلعب لعبة القط والفأر في مراقبة نسبة 3%. فتحنا على أبوابنا ثغرة كبيرة يتم استغلالها من طرف مصنعي القهوة حتى يتلاعبوا بصحة المواطن وحتى يزيدوا السكر لأجل رفع هامش ربحه. البعض يقولوا أن وجود السكر مع القهوة يهدد صحة المواطن. أي وجود السكر مع القهوة يهدد سكر المواطن. كيكون بلا رقابة يقدر يهدد المواطن. إلى درك أنا ندير لك ندير نص تاع سكر ونص قهوة سيصير راني نهلك في المواطن. ميكي تكون نسبة 3% والأغلبية تاع الناس يزيدوا لها السكر. هاي لك كاتبينها بالعربية وبالفرنسي وبالحجم الكبير. من قبل داروا لكم دير مصالح الرقابة على السكر كاتبينها من قبل؟ لا لا كنا كاتبينها بصح كنا كاتبينها في لاريال. قال لك لازم تكتبها في لابون تانيك. وزدنا كتبناها في لابون هذا ما كان. وكان عندنا أمبالاج وخسرنا. مصالح الرقابة تنهي مهمتها. مصالح الرقابة اللي هي مصالح قمع الغش تقوم في كل مرة يعني على الأقل مرة في كل شهر باقتطاع عينات وإرسالها نحو مخبر التحاليل للتأكد من نوعية المنتوج أو أي عيب يطرأ في المنتوج. هذا هو الدور تاعنا وهو بفضل اقتطاع العينات يجب أن نتأكد من مدى صلاحية هذا المنتوج. كما كل خطرة يجونا مصالح الرقابة دي سي بي وأشاك فوا يأخذوا عينات أشاك فوا يكونترولي والبروسيس تاع الخدمة تاعنا والحمد لله هوني سيدو ريسبكتي أشاك فوا يخرج قانون جديد هوني سيدو ساليني. يتم أخذ عينة من المنتوج لإجراء التحاليل. قبل صدور هذا القانون كنا في السابق نوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة نوجد أيضا ممكن أجسام غريبة نوعا ما النسبة تاعها مرتفعة نوعا ما خاصة اللي كنا نوجدوها أكثر سيتي فريمون فريكون يعني كانت موجودة وهي ارتفاع نسبة مادة السكر وكنا نوجدها في بعض الأحيان إلى 5% 6% لكن اليوم بفضل هذا المرسوم الجديد 17 هذا المرسوم الجديد نظن إلزم كل المتعامل الاقتصاديين باحترام هذه النسبة اللي هي 3%. نعود إلى مبنى وزارة التجارة. لماذا أبقى المرسوم التنفيذي على نسبة 3% من السكر في القهوة؟ وشنو هي الحجة تاع المصنعي القهوة أنه يدير 3%؟ يديروه بوغ لونغوباج تاع لو غران دو كافي وبعد يحمصوه صافي يديروه بوغ كي يغارد لودورا تاع لو صافي باش يغارد لو غو تاع القهوة. هذا الغموض في الرد دفعنا للتعمق أكثر لنلتقي مع أحد المسؤولين السابقين بإحدى مصانع إنتاج القهوة لنتعرف على قصة زيادة السكر وأسبابها. شاهدنا رفض الكشف عن هويته. خدمت pendant des années مسؤول في شركة إنتاج القهوة. كنا نخدمو لو كافي ناتورال أودير نحمصو عندنا ان توريفاكتور تاع 2 ساك هما اون جينيرال لي توريفاكتور اون جينيرال لي سون سا كون ابل دي توريفاكتور دو 2 ساك دو 60 كيلو ساك سا فو دير يرفد 120 كيلو كي نرمو 120 كيلو تاع قهوه نريكوبيريو 100 كيلو خاطرش 20 كيلو يروحو ايميديتي كي تحمص مور تحمص نريكوبيريو 100 كيلو سا فو دير نشرو القهوه حنايا اون جينيرال تتباع الصمار تتباع 500 دي دينار للكوت ديفوار نشروها ب 500 دي دينار كي نمر التحماص لو كو تاع القهوه يسقى منا 620 دينار لو كيلو صافي دير نخرجوا ابيبري ب 50 دينار في الكيلو فايده نت تاع الشركه بون 50 دينار او مين اون يوزين اون جينيرال او مينيموم تخدم 100 طن في الشهر صافي تخرج ب 5 مليون ابيبري دينار في الشهر يعني سي كوريكت اون ا ديسيدي دو فير لو كاراميليزي بور غاني بلوس بور غاني بلوس مينتنو سي تري سامبل. On prend les 120 kilos تاع سكر تاع قهوة كي نرموهم نزيدو نرمو 20 كيلو تاع سكر 20 كيلو تاع سكر on récupère 120 كيلو تاع قهوة parce que les 20 kilos qu'on perdait par l'effet de l'humidité on les remplace بالسكر.
إذن السبب اقتصادي والهدف زيادة هامش الربح. ليس هذا فحسب، فللسكر فوائد أخرى عند المنتجين. نشرو ان كافي دو باس كاليتي 430 دينار. علاش؟ باسكو لو سكر كوفر لا باس كاليتي تاع ولي لي ديفو تاع القهوه. صافي دير اون بو ترافاي افيك نيمبورت كيل كافي دو كافي دو باس كاليتي خرج علينا اون جينيرال. اون بلوس اون فا غاني في لي كو قسمه كي نرمو لي 20 كيلو ا 75 دينار اون سي روتروف افيك ان كو دو 420 دينار. كي نبيعوها ب 720 دينار le kilo, on se retrouve avec 300 dinars faida. للتأكد من هذه المعلومات حول نوعية القهوة المستعملة، نظمنا مقابلة سرية مع أحد المستوردين لمادة البن. أنا مستورد تاع القهوة كافي فير، نقطة الانطلاق تاع الانتاج تاع القهوة. يعني احنا نجيبوا المادة الأولية اللي يحتاجوها الحماصين باش ينتجوا القهوة تاعهم. القهوة الخضراء معروف عليها أنها استن برودوي بورسي، يعني عنده اون فالور كوتي اون بورس، دونك تتحكم فيها عوامل في الثمن تاعو. وحنا نشريو على حساب واش كاين ثمن في السوق ولا حساب واش كاين سلعة متوفرة. إلى حين ظهرت هذه القهوة بالسكر المحمص اللي غيرت مجرى الأمور. غيرت مجرى الأمور لماذا؟ لأنه السكر في حد ذاته يغطي بعض العيوب اللي تجي في القهوة، يغطي العيوب اللي تجي في القهوة. بهالطريقة المنتجين اللي يخدموا بالسكر ما يهمهمش أو رياليتي ما يهمهمش لاكاليتي تاع القهوة، سيتادير يشروا نابورت كوا، المهم عندهم هو الثمن، يعني لو موان شير بوسيبل. دونك بالضغوطات هذه سيتادير يضغطوا علينا ديريكتومون باش حنا نجيبوا قهوة يعني اونتر بارونتاز ما عندها حتى 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 نوعيه حتى جوده باش نبيعوها باسعار اللي توالم هما. يعني سيتي ان لوبي اون كيلكو سورت اللي ضغط علينا وحب يمشينا على حسب هو على حسب واش يحتاج ريالمون. المصانع اللي تخدم بالسكر المحمص تحب تجيب النوعيه الفيتناميه اللي هي توالمهم خير. علاه؟ لانها تسمح لهم باش يعمروها بكميه كبيره تاع سكر بخصوصية تاعها اللي تتميز بها، تقدر تتحمل انوروباج كبير تاع السكر. وثاني ذو ثمن رخيص، يعني ذو ثمن جينيرالمون يتراوح ما بين 400 حتى 450 دينار. سا ديبون يعني الكاليبر، سا ديبون لو غراد، سا ديبون لا ريفاس. يعني حرص المنتجين على النوعية الرديئة للبن أكسب الجزائر سمعة دولية خاصة. الجزائر ولات مستورد كبير تاع القهوة، مكلاسيا بارمي لي بلي غرون بي امبورطاتور في الموند. الجزائر ما يخفاش عليكم بلي تامبورتي في حوالي 120 إلى 140 ألف طن سنويا تاع قهوة. يعني سي تان غرو كليون في المارشي بورجي. المنتجين العالميين كيشوف بلي لا كوموند جات من الجزائر على ما يقلقش روحو على النوعية. سانسيرمون، يعني القهوة اللي ماكش حتباع له في دول واحدة أخرى يبيعها الجزائر ويبيعها باثمان رخيصه. هو بولوي هذوك لي ستوك مور هذوك تاعو راهو لي كيداهم، والامبورطاتور اجينيا الى في لافير بارابور للبري باش يرضي هاد المنتجين تاع السكر. نعود الى شهاده المسؤول السابق بمصنع القهوه ليحدثنا عن امتياز السكر المدعم الذي يحظى به المنتجون. اون سكي كونسير ليكونومي ناسيونال السكر راهم دعم. Ça veut dire au lieu de s'y rendre avec d'âme le moiton directement, c'est les industriels qui l'utilisent dans les coûts de leur home. Et je trouve c'est anormal que de la haja qui m'a dit les gars t'imposer le qahoui à sgar, mou le qahoui, gal que l'homme en chrou, mais chrou, le halib ta shkaya, ou gars t'assom, ou qu'ouja des gros producteurs de café qui utilisent des tonnes et des milliers de tonnes de sucre, mais gars je te contrôle les hommes, je te bais les hommes, c'est qu'on rien mouda, c'est pas normal. مصالح الرقابة لم تكن بعيدة عن كل هذه الوقائع حسب محدثنا. هذه الوضعية مصالح الرقابة تاع قمع الغش تابعة لوزارة التجارة موالفة تزور المصانع تاعكم، كيف تكون ردة فعلها عندما تجد هذه التجاوزات؟ كاين واحد المقولة شابة، مقولة شابة عند الزاجيري داولوها يقول لك اعطي له قهوته. احنا لافونتاج تاع المنتجين تاع القهوة سيكون لي
لي فيغوري او بروبر. حنا اون دونري ديال بودي كافي باسكو اون برودوي دي كافي صافي اون جينيرال كي تجي تاع الدي سي بي حاجه الاولى لاقوه بالفردوه تاع القهوه الله يبارك بيان هذه هذه سي سور سا نو زيت اريفي صابو 6% ما كناش مديكلارين وصابو 6% و جو بونس ميم راحت لا جوستيس ميم راحت لا جوستيس بون لا جوستيس ما دارت والو وهذوك تاع دي سي بي حكموا علينا قال لك بعثوا هذيك لي 300 كيلو اللي كانوا محاجزين باش خلاص غولي تيزاو صافي كي تيزاو ليروني دي سور في هاد البلاد سي كو نبعثوهم زعما باغ اكزومبل دار العزازه بعض كالكو بار هذا هو البروسي ولي باش نرموه ولا ولي ديسو ولا نزيدو نبدلو لدار العزازه يعني مساكن هذوك العزازه الشيوخ هذوك نزيدو نكملو. حبيبات البن المحمصة والتي رصدتها كاميرتنا بالمصنع جلب لنا هذا الشاهد عينة مماثلة لها. يا راني جبت لكم عينة تاع لو سكر كاراميليزي باش المواطن كي يشوفو بعينيه يشوف كيفاه زعما القهوة اللي نخدموها بالسكر يشوفها باللي كحلة تشبه القدرون هايليك هايليك يا هاوليك هاوليك اللي لو ام اس تقول au ministère de la santé ou l'association des consommateurs la راهي تقول باللي ديال الكونسير هاوليك وهاد السكر المحروق هو اللي فيه لو طو داكريلاميد هو واش كيس كي كونسيريجان سي لاكريلاميد شوف كيف عامل حل يشبه قدرون هاوليك كيف يابس هاوليك بتجربة بسيطة نضع هذا البن الممزوج بالسكر في الماء بمجرد ملامسته للماء يبدأ السكر يجب أن نذهب نحو تسويق قهوة خالية من السكر تماما لا 5% لا 3% لا 1%. احنا نطالب الحكومة ممثلة في مصالح وزارة التجارة بإعادة صياغة القانون أو بإعادة النظر في القانون الذي يسمح لمحولي القهوة أو بين قوسين لمنتجي القهوة بإدماج نسبة نتاع زوج في المئة أو 3% أو 5% من السكر في العلب ولا في القهوة تاع الماركات نتاعهم. 3% من السكر، هذه النسبة التي رافقتنا طوال مراحل التحقيق وظلت الحجة القانونية للمصنعين لزيادة السكر في القهوة. كيف تم تقنينها وإصدارها في المرسوم؟ باش قنعنا الدولة بلي نخدموا بالسكر وداروا هاد لالوا تاع 3% كيفو 20 كيلو في 100 كيلو تاع السكر. فتاع قهوة هاد باش قنعناهم قلنا لهم باللي الماشينات هادو يخدموا غير بالسكر الو كو سي فو رانا نكذبوا عليهم هاد الماشينات تقدر ما دير السكر تحمص ناتورالمون نورمالمون هي حماصة نورمال فيها برك اوبسيون سكر صافي نحبوا ما نيتيزيوش هذيك الاوبسيون ما نيتيزيوش السكر تقعد تتحمص ناتورالمون كيما الحماصات الاخرين لجنة اللي تراقب السكريات لجنة اللي تراقب كل هذا هاد اللجنة هذه نقدر نقول كان كاين مختصين في القهوة المنتجين تاع القهوه في هذه اللجنه هما اللي رخصوا نفوسهم جي سوي بري باش ندخلكم اون كونتاكت ندخلكم اون كونتاكت افيك لو بروديكتور اسبانيول وهذا البروديكتور اسبانيول يقول لك باللي هذه الحماصه تحب تخدم بها بالسكر او فيها الربح وتحب تخدم بها ناتورال تخدم بها ناتورال
يجري الشاهد اتصالا مع أحد ممثلي الشركة الإسبانية المختصة في تسويق آلات تحميص القهوة. ألو. وي. السلام عليكم. ورحمة وبركة. يا أخويا نسحق معلومات، أنا بروديكتور دو كافي وراني حاب نسحق من عندك معلومات ولا بفضلك. وي. يا نسقسيك برك، زعما تخدم مونطو ناتورال ولا لازم غير تخدم غير بالسكر؟ نورمالمون هذا الماشين تاع الكراميليزي سوا دير السكر سوا ندير السكر. تحب دير السكر؟ اي تحب دير السكر نورمالمون. اللي كانت عندنا سيت اون ماشين اسبانيول، ما عطينهم لنا هنا جوسكا 5% دو سكر كراميليزي دون كافي، مي تاعنا لي فاكتور يما جوسكا 25% دو سكر كراميليزي. يا رحم والديك بارك الله فيك، عافاك ما فيها الفايده، الله يبارك لك الصحه. اه يا خويا ميرسي بيان، بارك الله فيك. صح خويا، الله يسهل، الله يسهل، ربي يسهل، ربي يسهل. صح تمام، الله هاكو شفتو او كونفيرما بلي اون بو فير نخدموها بالسكر ولا نخدموها بلا سكر، وقال لك بلي هم الناس راهو يديروا جوسكا 25 30، يعني ما باش او يشهد بلي كاين الناس راهو يديروا 25 30، صافي دير ماشي هذاك القانون تاع 3% 5% راهي غير الدوله وحده راهي تحكي عليه، واحد ما متوقع واحد ما سامع به. من وضع هذا المرسوم التنفيذي فتح ثغره كبيره لهؤلاء ويتسبب في مشكل صحة عمومية تتحمل مسؤوليتها وزارة التجارة ومن كان وراء وضع زيادة 3% في القهوة. هذه المعطيات تؤكد أن تنظيما محكما يقف خلف هذا السوق. وبعض المنتجين كانوا أساسا تجار جملة في سوق سمار ويصيروا كونفيرتي، تحولوا الى منتجين تاع قهوه وجابوا هاد الحماصات هادو لي سبيسياليزي في السكر اللي يقدروا يزيدوا السكر بهم، ولاو يعني لوبي كما سبق وان ذكرت، يعني هو يضغط علينا واش الاسعار اللي لازم يشري بها. يعني انت الى جبت قهوه ذو جوده مليحه وتقترحها في سوق السمار، واحد ما حيشري عليك. هذا هو الاشكال اللي رانا طايحين فيه. مثلا غدوه نجيب قهوه من الكوت ديفوار جوده مليحه اللي موافي يشربها المواطن الجزائري وراضي عليها، لكن سعر البيع تاعها ما نقدرش نبيع لسوق السمار. يعني في لو موند اونتي البورصه العالميه هي اللي تتحكم في الاسعار، لكن في الجزائر عندنا زوج بورصات، عندنا البورصه العالميه وبورصه السمار. نحاول ربط الاتصال مع رئيس جمعيه منتجي القهوه للاستفسار عن ظاهره مزج القهوه بالسكر واخطارها. الو السلام عليكم. السلام ورحمه. سي رشيد معايا؟ وي. معك حسن جزائري صحفي بقناة شيرلوك نيوز. رابط تربي. الله يسلمك. سي رشيد، حبينا نهضروا معك بصفتك رئيس جمعية منتجي القهوة. وي. خصوص موضوع زيادة السكر في القهوة. ربما نحكي شوية على النسبة هذه تاع 3%، لماذا راها لحد الآن مازالكم محتاجين تستعملوها؟ هل فيه إمكانية أنه مستقبلا تنحيوا هذه 3%؟ لأنه كثير من التقارير تتحدث على أضرار الصحية. احنا ماذا بينا نحيوا 100% كافي. صح المنتجين مازالهم يستعملوا السكر. مي المينيستير دي كوميرس اللي عطى لهم سي با المنتجين. صح هما ماذا بهم يستعملوه؟ ماذا بهم يستعملوا السكر؟ هرزمون ماذا بهم كلش في الآخر في البري. نقدروا نديروا معك لقاء سي رشيد. شوف انا ما نكونش مش بين ديبلاسي، انا عارف بين ديبلاسي. صح، شكرا. صح الموضوع يبدو حساسا والتهرب هو الحل. في ظل هذه المعطيات التي تم رصدها خلال هذا التحقيق، هل كل القهوة الموجودة في السوق ممزوجة بالسكر؟ لا يمكنك المرور وسط المدنية بأعالي العاصمة دون أن تجذبك رائحة القهوة. منذ 20 سنة وهذا المحل يزاول حرفة تحميص وطحن القهوة. مرحبا بكم، تفضلوا. القهوة نجيبوها من الكوت ديفوار، نجيبوها خضرة كيفاش
اندونيسيا خلطوها على كما قلنا فاكاتربا عربيكا روبيستا ونرحيوها انا اللي يجي الكلي ونرحيو له في بلاصه ماشي نجيبوها حنا نحطوها في الماشينه نوضو الماشينه ترحي. جمال يحرص على تقديم قهوة طبيعية لزبائنه. ثم ما تزيدوش؟ ما نزيدوش حنا خضرة حمصة وحدها ما كان والو، عمرنا ما حطينا لها كثرة زايدة. الحمد لله المشتري اللي يروح يولي، حنا ماشي في البنا ولا في الخدمة نتاع ورانا ماشي نتاع البارح، حنا عندنا ديك 20 سنة ولا 30 سنة وحنا فيها. أصحاب المقاهي هم الزبون الأول لدى الحماصين التقليديين. نخدموا مع الناس كما نقولوا طوري فاكتور، هو مولى سلعة ونقدم في صنعة، وحنا السلعة نتاعنا كي نجيبوها نجي متأكدين منها أنه ما فيها والو حب. القاوجية نظن الأغلبية قاعدين يخدموا مع ناس ثقة ويخدموا مع ناس اللي يخدموا بطريقة ماشي اندستريال، بطريقة تراديسيونال. القهوة الممزوجة بالسكر لا تتلائم مع نظام هذه الآلات. هي مع الماشينة تبانسير خلاص، باسكو كي تحبط تحبط سكري تحبط تحبط حلوة، يعني ما فيها نسبة تاع السكر اوتوماتيكمون كي تعصرها تبان وتكون كيما نقولوا عندها النار يرقو كراميليزي، ولا كانت محروقة فوق اللازم تبان شغل كراميل محروقة، يعني كيما نقولوا تبان هي كي 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 تدوقها تبان لا كان فيها سكر تبان، تمسها بيدك هكذايا شغل تتلاصق. ماشي بار كونتر القهوة اللي كيما نقولوا الاخر تكون ناشفة، اللي تكون الاخر تكون ناشفة. أنا هنا في المخزن تاعنا وين نحطوا السلعة، نحطوها توجور سور لي باليت وبعيدة على الجدار ولا على الحيط باش نيفيتي وليميديتي، ونحطوا هنا بليزيور موديل، كاين بزاف بلدان، كاين كوت ديفوار، كاين كاميرون، كاين فيتنام، كاين أوغندا، كاين بريزيل، كاين ساني في روبيستا والأرابيكا، وشك بالج وقهوته ولي كاليب اللي عنده نديرو بهم ميلونج نوعية. هذا هو الفرن الرئيسي أين تتم عملية تحميص البن. هكذا تكون حبات البن الخالية من السكر بعد التحميص. انا ذكر انا في مرحله الانتاج، انا غادي نجيبوا قهوه خضراء ونحطوها في سيلو باش تطلع في الماشينه، وهي قهوه عندنا نحطوها في درجه 150 درجه وتطيب في درجه 207 درجه، تهبط للطامي وين تبرد بالهواء البارد اللي يرفعوا مده 15 دقيقه، نعمروها نفرغوها في ليساك نخيطوها، ومن بعد تروح المرحلة واحدة أخرى اللي هي الطحن. بعد تحميص مختلف الأنواع حان الدور على عملية الطحن والتغليف. هذه المرحلة تاع الطحن، حنا شفت المرحله تاع التحميص، حنا دوكا كي نجيو لهنايا نجيبوا القهوه ما حب، نجيبوا الحب نجوزوه على الميلونجور
وشوفوا الحب تاعنا الى مليح ومحمص مليح لي كات كاليتي. عندنا غراد 3 غراد 2 الهنديه وجيجي. هذا هذا واش عندنا لا روسيت درك ندوها لا موتور ترحب العقل. حنا نديروا هي حتى ديجاجي واحد ان كاردور 20 مينوت نحوها ونديروا نديروها في الفلومبالاج تحت. حميد هو مسير هذا المصنع يحدثنا عن تجربته في إنتاج القهوة الطبيعية. التحماص تاع البن أنا بورمو على حسب منظوري الخاص ماشي عملية صناعية. سوني با زان بروسيدي اندستريالايزي. هذا بوكو بلوس إلي ارتيزانال سي تان ميتيي. هذه حرفة ولا حبيتها راح تدخل في لي ديتاي في التفاصيل تاعها تقدر تمدلها الماكسيموم دو كونيسونس بور برودوير ان برودوي دو ميور كاليتي. سي دي ماشين سبيسيالمون بور برودوير ان برودوي ناتوريل بورمون ناتوريل. سي تان برودوي ان فيت سيمي اوتوماتيك ليسونسييل فيه التحماص بطريقه يعني طبيعيه. السخانه تجي من التحت. سي تان فور ابريك. هو هذا لو فور ابريك البيرمي للبن يتحمص تدريجيا. عدم مزج القهوه بالسكر دفع هذا المستثمر الى استهداف زبائن من نوع خاص. تمنينا لاسيبل تاعنا تكون كاع الشرائح. هذا هو التمنيات لكل منتج باش ما ينحي حتى شريحه. بصح اليوم رانا في الشريحه تاعنا لاسيبل تاعنا سي لو كليون بروفيسيونيل المهني. دونك كيما القهواجي اللي يخدم القهوه هذاك هو لاسيبل تاعنا. في لاسيبل تاع ليميناج ما رحناش لان كاين فيه عراقل بزاف من ناحيه السعر من ناحيه المنافسه. نقول خلي نقولها لك ممكن نقول لك المنافسه غير شريفه يعني ما واحد يكون صريح من هذه الناحيه. انت تروح تخرج سوق المارشي تبيع وذاك المارش وتلقى الناس راهي تبيع وكودروفيان تاعك الكودروفيان ما نعرفش منين جابوا تبيع بالسعر كيما سقمت لك انت. وهذه حاجه اللي اون فيت تعطي لك الاخر لي دوت بلي كون كوا البرودوي ني با ني با ني با ني با ني با 100% naturel. Il y a des choses qui interviennent peut-être. للقهوة مدمنون وعشاق فهم يعتبرونها عاملا يساعدهم على النشاط ويبث فيهم القوة والحماس. ومنهم من يعدها رمزا وتقليدا لا يمكن الاستغناء عنه. لهذا يعد الحفاظ على طبيعيتها أمرا لازما للحفاظ على صحة مستهلكيها. مقبلين على مجتمع جزائري كله مريض. ب 2040 نقدروا نقولوا ممكن نكونوا كاع مرضى. طلب 250 غرام علبه تاع 250 غرام تاع قهوه، اعطي له 250 غرام تاع قهوه، ما تعطيلوش 245 غرام تاع قهوه و5 غرامات تاع سكر. 209 بيي او موند. سور لي 209 بيي ممكن تلحي 3 بيي او موند اللي استعملوا السكر بيناتهم الجزائر. قصة القهوة التي سردناها عليكم الليلة لا
لا تندرج ضمن الطرف العلمي أو جماليات العمل الصحفي، بل هي قصة خطر واقع وصحة عمومية مهددة، صحة عمومية كان الأولى على السلطات الاهتمام بها بعيداً عن حسابات رجال المال والأعمال. كان معكم حسن جزيري للشروق تحقق. سلام.